طيب خلينا نتكلم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفريق. الاهلي هيستأنف تدريباته يوم الاثنين باذن الله، راح النهارده وبكره، وده انا بشوف انه قرار كويس جدا، لان بصراحه في ناس كتير بتنتقد، يعني بيقولوا الاجازات كتيره قوي عند موسيماني وبيدي اللعيبه اجازات كتير. ما هو لو الاجازات كتير بس النتائج ايه؟ اكيد الناس دي دارسه، اكيد في مخزون بدني بيبقى موجود معمول حسابه وكلام من ده، فكل حاجه بتبقى محسوبه يعني في الاهلي في الحقيقه، والدليل النتائج، النتائج كلها ما شاء الله ايجابيه في صالح الفرقه يعني. فالاهلي راح النهارده وبكره ويستأنف تدريباته باذن الله يوم الثلاث، هو مران واحد عشان سوري يوم الاثنين هو مران واحد عشان تلعب يوم الثلاث مع المقصه، فامور صعبه بصراحه. خلاص النهارده القرعه اتعملت بتاع الدور ال 32 الكاس مصر، هنلعب مع المصري بالسلوم، مباراه هتكون في الفتره اعتقد ما بين 14 و17 مارس في بطوله كاس مصر، وبنسبه كبيره ممكن الاهلي يلعب المباراه دي من غير الدوليين. طيب من ضمن كمان الاخبار دكتور احمد ابو عبله، الراجل ده بيتعب جدا وبيعمل مجهود كبير بصراحه، الواحد شاف الكلام ده يعني قدام عين، هيسافر للنمسا النهارده عشان يلحق بعمار حمدي اللي هيعمل جراحة الرباط الصليبي هناك مع نفس الدكتور البروفيسور كريستيان فينيك اللي أجرى الجراحة لأكرم توفيق، إصابتين تقال قوي على اتنين لعيبة مهمين، فإن شاء الله نتمنى لهم السلامة والعودة سريعا. احنا كده كده عارفين أن عمار كان سبق دكتور أحمد أبو عبلة هناك وعمل الفحوصات الطبية اللازمة اللي بتسبق هذه الجراحة المهمة أو القوية، فبالتالي كل الامور ماشيه بشكل كويس بالنسبه لعمار، وان شاء الله يرجع وينضم للتاهيل الخاص بيه مع اكرم توفيق، وان شاء الله يرجعوا لنا سريعا. طيب دي كانت اهم الاخبار بتتعلق بالاهلي، لكن لسه في اخبار اخرى بتتعلق بالفريق على